الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي من خلال زميلتنا العزيزة منى المنيسي المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. منى، صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيبة، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، يبقى اكيد اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده، لكن في البدايه خلوني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا كريم، كل سنه وانت طيبه يا نهوان، وان شاء الله السنه دي تكون سنه خير وسعاده عليكم، تحققوا فيها كل اللي بتتمنوه، وكمان سنه سعيده لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله تكون سنه استثنائيه على جميع الاصعده النادي الاهلي، طبعا كل فرق الرياضيه ان شاء الله تكون كل بطولات هذا الموسم والسنه دي من حظ ونصيب النادي الاهلي باذن الله. خلوني في الاول، او زي ما انت يا كريم قلت، انا متواجده في الفرع الرئيسي او المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. خلوني اوصف لكم شويه الاجواء قبل ما نقول اخبارنا النهارده. يمكن الجو او درجه الحراره دلوقتي 19، جو حلو جدا لطيف ومناسب جدا لمحبي الشتاء، ودمه مش تقيل قوي على برضو الناس اللي مش بتحب الشتاء. جو حلو، درجة الحرارة كويسة، الشمس كمان طالعة فمدفية يمكن كل المكان هنا في النادي. كمان ده يمكن كان مساعد جزء كبير من عدد أو عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي هنا إن هم يبقوا موجودين في الساعات الاولى من صباح اليوم. شفت كذا حد في تراك النادي، كمان شفت وانا داخله النادي اكتر من حد بيجري حوالين سور النادي. يمكن ده بسبب ان الجو حلو جدا، والساعات الاولى دي الدنيا بتبقى رايقه وهاديه كده، فبيبقى مساعد كل الناس ان هي تبقى موجوده اول كام ساعه من اليوم. خلونا بقى نبتدي النهارده اخبارنا، والبدايه بكره السله رجال. او خليني يا كريم ونهوان اقول لكم ان النهارده وتحديدا النهارده وبكره في مباريات كتير قوي للنادي الاهلي في الطايره وفي الباسكت او في كره السله والطايره. نبتدي برجال كرة السلة، للنهاردة عندهم مباراة في الدور 16 من دوري السوبر، مباراة هتكون مع نادي الطيران هنا في المقر الرئيسي لنادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، هتكون مع نادي الطيران. دي مباراة الذهاب، ومباراة الإياب إن شاء الله هتكون يوم الخميس برضو على صالة، هتبقى بقى الصاله الخاصه بنادي الطيران. خليني اقول لكم ان مباراه النهارده هتشهد عوده لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا بيشاركوا في البطوله العربيه مع منتخبنا العربي او منتخبنا الوطني، عفوا كانت البطوله العربيه وكانت هنا موجوده بتتلعب في مصر على استاد او صالات استاد القاهره، كانوا ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق وكريم حاتم. المباراه النهارده هتشهد وجودهم او عودتهم تاني مره تانيه للتدريبات وللتمرين وللمباراه أو مباراة اليوم، باستثناء عمرو زهران اللي كان أصيب في إحدى مباريات البطولة العربية، أصيب طبعا بقطع في رباط الصليب، بنتمنى له الشفاء العاجل أكيد. كمان مباراة اليوم هتشهد غياب مؤمن طارق خيري بعد إصابته، أو بعد ما تأكدنا من إصابته دكتور الفريق قال إنه عنده كسر في أنكل القدم وهيغيب مدة لا تقل عن شهر ونص لشهرين، بنتمنى له هو أيضا الشفاء العاجل ويرجع ومرة تانية إن شاء الله لصفوف النادي الأهلي. سيدات كرة السلة كمان النهارده عندهم مباراة مهمة مع نادي أو مع نادي مصر للتأمين الساعة 8 مساء على صالة مركز شباب الجزيرة، ودي الصالة الخاصة بنادي مصر للتأمين. مباراة أكيد مهمة، وفوز النادي الأهلي فيها إن شاء الله هيأهله لنصف نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات. بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق يبقى استعد بشكل قوي مع لعيبته ويقدروا إن شاء الله إن هم يفوزوا بالبطولة. كمان كرة الطايرة سيدات النهاردة عندهم مباراة في الدوري أمام نادي الشمس الساعة 6 مساء على صالة الشهداء هنا بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وكانوا استعدوا لها بشكل قوي الفترة اللي فاتت، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. رجال كرة الطايرة كمان النهاردة أو يعني النهاردة هيختتموا استعداداتهم وآخر آخر تمرين ليهم استعدادا لمباراة غدا أمام نادي سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري. ده الدور الثاني من البطولة، وكانوا مشوا بشكل قوي جدا وسليم وممتاز في الدور الاولاني، بنتمنى لهم كل التوفيق. المباراة بكره هتكون الساعة 6 مساء على صالة الامير عبد الله الفيصل هنا بالنادي الاهلي بالجزيرة. دي كانت سريعا كل اخبارنا النهارده من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيرة، وانا معاكي يا نهواند ومعاكي يا كريم لو في اي سؤال عندك اتفضلوا. عندك اي اسئلة؟ لا بالعكس.